قال وفي لفظ لمسلم: ركعتها الفجر خير من الدنيا وما فيها. ولا شك أن هذه الدنيا ومهما أوتي المرء فيها من الزهرة ومن النعيم فإن الأجر الذي يتحصل له من الصلاة يكون أعظم بكثير. وفي قول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى إيماء لذلك. فإن المرأة إذا أنس بالصلاة واعتاد عليها وجاهد نفسه في أول أمره بالصلاة في وقتها وارتاض في السنن فإنه يجد في هذه الصلاة لذة لا توافقها لذة. حتى لقد قال بعض أهل العلم: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قيل: وما هي؟ قال: قيام الليل. ولا يحافظ غالبا على ركعتي الفجر إلا من حافظ على قيام الليل. وكان بعض السلف إذا دخل في صلاته نسي من بجانبه حتى لربما جاءه الزنبور كالنحل وغيره فقرصه مرة ومرات فما ينفتر من صلاته لأنه قد قطع علائقه بالناس وأبقى علاقته بالله عز وجل. وكان ابن المبارك يقول: إذا قمت في صلاتك فرفعت يديك مكبرا فإنك إذا كبرت رفعت الحجاب بينك وبين الله. فادعه وناجه وبث شكواك واسأله رجاءك واسأله من خير الدنيا والآخرة ترى في ذلك شيئا عجيبا. يقول عبد الله إبراهيم بن أدهم: يقول: إننا في هذه العبادة في لذة لو علم عنها أبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. نعم حق، ولكن هذه اللذة ما تكون من أول صلاة تصليها، لا، بل لا بد من مجاهدة ودربة ورياضة. حتى لقد قال عبد الله بن المبارك: جاهدت نفسي في قيام الليل 20 سنة. يبدأ يجاهد نفسه شيئا فشيئا. قال: فالتذذت بها 20 سنة، بعد 20 سنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: ركعتا الفجر، يعني بها السنة، ليس الصلاة وإنما سنة الفجر، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذا الوقت في الغالب وقت دعاء، والتبكير لصلاة الفجر وهو الفريضة والإتيان بنافلة لست ملزما بها يكون بهذه الهيئة. هذا يدل على أن المرء في الغالب لا يحافظ عليها إلا وقد حافظ عليها وعلى غيرها من السنة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا لما فيه خير الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.